السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم مقطع جديد. اليوم بروح الحين أجمع قباقب أو سلطعان البحر، بجمع منه كمية شوي خفيفة، بروح أصيد فيه، بوريكم كيف تشكونه، كيف تصيدونه، كل الأمور هذه إن شاء الله. وليش أنا أبغى أصطاد القباقب أو السلاطعين الصغيرة؟ علشان أبغى أصيد فيها الشعوم والفسكر، وممكن الشعري أحيانا يضرب عليها بعد، والهامور، بس أكثر شيء عشان الفسكر والشعوم. يحب كثير القباقب الصغار، الشريب اللي يسموها هي قباقب، شريب، سلطعان البحر، أنواع كثيرة، وهم أصلا أكثر من نوع، فبوريكم ياهم إذا الله رزقنا باللي فيه الخير إن شاء الله. نترككم تشوفون المقطع. هذا البداية زي ما انتم شايفين، هالقبقب الزين ذا الصغير ابيض كذا، هذا هو زي ما انتم شايفين. ثواني، بسم الله، استنى مو قادر اشوف زين، هذا هو. هذا القبقب يا شباب حق الشعوم، سبيطية حق بعد الفسكر، ما شاء الله واحدة بواحدة. هذه البداية ان شاء الله، يلا نوافيكم بالباقي. زي ما انتم شايفين الحين، ما ادري اذا واضح، القبقب هذا، هذه الناثية، هذا خثاق، خلنا اوريكم الخثاق. بسم الله، هذا احلى شيء في العصا، لازم تعمل شوي شوي لأنه سريع. يا يلا شلنا القبقب هذا، خلنا نجيب الخثاق. شايفين هذا الخثاق، هذا ما شاء الله صغير، حلو في الرامي القط، بس صراحة يمكن ما أحتاجه، عرفته. شايفين سبحان الله كيف، ما ظنت الصراحة بحتاجه، فرد بحر. شايفين هذا هو بيرجع الحين قبقب. هذا الحجم شوي كبير، هذا بس ممكن اخذ احتياط. هذه نثية برجعها بعدين اذا يعني حصلت خير. هذا حلو حق سبيطي، حجمه حلو كبير شوي. شايفين هذول الاثنين، هذول الاحجام الحلوة، هذا الاثنين، بس هذا احتياط بس. يلا نقول بسم الله ونكمل. زي ما انتم شايفين طلعت لي روبيانا، نوريكم اياها. بسم الله، هذه شايفين الروبيانا، ما شاء الله تبارك الله، حلوة، ما حلوة حقت حداق وكذا، بس ما احتاجها، صغيرونة، خلها تروح تكبر ان شاء الله. شايفين كيف نزلت في الرملة. بسم الله، هذا نوريكم الحجم، ما شاء الله. شايفين ما شاء الله تبارك الله الحجم، ما يحتاج كذا، يمكن اوضح، ما شاء الله. شوف الحجم كيف، ما شاء الله تبارك الله، حجم أصلي. هذا الذكر اللي يجي لونه أزرق زي كذا، يداته ورجوله زرق، هذا الذكر. الأحمر شوي هذا النثية. يلا رد بحر. بسم الله، الحين يا شباب بوريكم صيد الشريب، هذا أسود، بس يفضل أنكم تلبسون جلوفزات، لأن شوي يداته قويين، فاللي ما يعرف له أو يخاف يعني من عضته أفضل يلبس جلوفز. أنا عادي متعود عليه. هذا هو، يلا نكمل نوريكم الباقي. شوفوا القبقب هذا مستعد يبغى يهاجم، شو تسوي؟ تسوي زي كذا، هوبا زي كذا،
شايفينه؟ زي ما انتم شايفين هذا هو المزيون. هذه طبعا ترى نثية، هذه بعد نثية زي ما قلت لكم. شوفوا عضها برتقالية، ما عليكم الرجول هذا شوي زرقة، بس يجيك لونها زي كذا بني فاتح مع برتقالي خفيف. هذه النثية، شايفين الحلقولس كبرى. ايوه صدنا ما شاء الله. شوف الحجم، اوه ما اخذ ثوب بعد. هذا الحقو، يا حقو هذا زين حق القاط عصي، ما شاء الله حجمه زين بعد. بس يا حبيبي بس، يلا ممكن نستعملك بكره ان شاء الله. هذا هو الوسخ، هذا انتبهوا منه في الليل، اذا شاف النور ينعمي، يجيك معمي ما ينتبه. نحطه هنا، هذا خش الخثاق قد نرجع الخثاق. هذا بحر، هذه الحصيلة، حصيلة المكان هذا. القبقب الزين، هذا الثاني الثالث. نبدأ بسم الله، هذا واحد، هذا أحلى حجم، اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، إيش بعد؟ في هذا خمسة، شرد على طول، أقول أقعد، على طول داعس الوسخ. هذا الحقول الزين. يلا الحين خلصنا المكان هذا، بنروح مكان ثاني ادور بعد. الحين يا شباب بجيب لكم قباقب الطينية لو سمعتوا عنها، شفتوا زي هذا زي هذا. هذا احلى شيء الشعوم. في عندك هذاك بعد، ما شاء الله هذاك بعد شكله عتوي ما شاء الله. اوه هذا اللي وصى عليه الطبيب، ما هذا اللي وصى عليه الطبيب. هذيل ما شاء الله، هذيل انتبه عضته واحدة بواحدة، بالذات هذا العض، عض كبير. شايف ما شاء الله الحجم، يا حقر الوسخ. الثاني ما شاء الله تبارك الله، المنطقة طينية، لازم تكون المنطقة كلها طينة. بقعد اشيل هذا معايا احسن، لان في اماكن كلهم جنب بعض فيحتاج اني بسرعة اشيلهم، لان على طول يدخل جحره لازم الحقهم. زي هذا شايفين اللي فوق، هذا زي كذا. بسم الله ما شاء الله الحجم، وهذا القباقب يا شباب او السراطعين مشكلين، جبتهم هنا الحين في البيت، حطيت لهم الاكسجين. وهذا الاكسجين يا شباب بطارية شغلة، تخلي كذا على جنب وهو يضل شغال زي ما انتم شايفين. اخليهم القباقب حيين عشان بكرة ان شاء الله الفجر يعني اطلع اصيف يوم وهم حيين. يلا الله يكتب لنا لك الخير يا رب.